مكملين بهيدي الحلقة الخاصة من فندق الباشا، بحلقة مميزة مع ضيوف مميزين. فرح، وين وصلنا؟ سالي، بعد ما سمعنا الصوت الحلو والأغاني الكتير مميزة مع الفنان سومر، كمان رح نضل بأجواء الفن، كمان مع فنان له مكانة وحصة كبيرة كتير بقلوب السوريين. بدايته كانت من 2003، وذكريات الزمن القادم وله أعمال كتير مميزة بمجال المسرح والسينما والتلفزيون. أكيد ضيفنا جابر أجرو خدار يلي كتير مميز بإطلالاته معنا على شاشة الأخبارية. أهلا وسهلا فيك جابر، أهلا نعاد وسهلا عليك. فيكم، ينعاد عليكم وعلى كل اللي عم بيحضرونا هلأ. إن شاء الله هيك سنة تكون مليانة مفاجآت حلوة للجميع يا رب. أكيد سنة خير. مسلسلات تلفزيونية عديدة، ظاهر بيبرس، ممرات ضيقة، اسأل روحك، وأبو خليل القباني. سنعود بعد قليل. كثير من الأعمال يمكن كان لها شيء معين بقلبه لجابر ليقدم فن يوصل لكل الناس. ببداية سنة 2020، يوم نحن عم نبلش سنة جديدة، بدنا نقول لك كل عام وانت بخير. اول انت شيء بألف خير ان يا شاء الله رب، سنة سعادة وخير عليك، علينا كلنا بداية يا رب، نجاح ان شاء الله. علينا نحكي كلنا يا رب. شوي، كيف هيك مستعد لاستقبال السنة الجديدة؟ يعني الحقيقة مثل لازم نحن محكومين بالأمل دائما، مو شطارة منا انه يكون عندنا أمل، فان شاء الله راح يكون هذا الاحتفال الجميل. العالم يعني عن جد كترانة السعادة على وجوههم، فهذا الشيء بيعطينا أمل إنه إن شاء الله تكون هي السنة سنة عن جد، يعني خلص كل شيء بشع انطوى ورا وهلأ للأمام إن شاء الله بنحو المستقبل المزهر يا رب ان شاء الله يا رب. يعني جابر، كنا عم نحكي اول برنامجنا مع الدكتوره رندا انه نحن قد ايه نحن بالبدايات بتعطينا حافز لحتى نحن نبدا السنه بخطط بامنيات بنتمنى انها هي تكون حقيقه ونشتغل على هذا الشيء. امنياتك وخططك للسنه الجديده حاططها مفكر فيها؟ اي بدي اعمل هيك، ممكن انا في شغله عملتها بال 2019 ما كررها او اتجاوزها بال 2020. يعني دائما ايه، مثلا موضوع اني خفف تدخين بتمنى كل سنه اني بطل هذا الشيء وان شاء الله اقدر، بس هالمره حابب اجرب شغله جديده، اني ما اتعامل مع السنه الجديده على انها هي رقم. يعني هي حقيقه نتيجه تراكمات، انا شو تعبت على حالي، انا شو زرعت رح احصد خبره. ايه، لانه هو مفهوم انه كل سنه كل سنه حسيتها انا علي، يعني وقعه بتخليني تراخى بكم قصة أنا لازم كنت أشتغل عليهم على حالي، بقول يلا للسنة الجديدة، بتقوم تبلش السنة الجديدة ما بلاقي حالي غير صرت بنصها فبأجلهم للأخير. فإن شاء الله هالمرة إنه لا، ما رح أتعامل مع الموضوع كسنة جديدة لا أنا شو بدي أشتغل على حالي، قد ما إنه جدية أكثر، قد ما إنه حقيقة يكون كل شيء جديد، يعني ان شاء الله هيك ان شاء الله كل شيء جديد اكيد وحلو. ان شاء الله يكون كل شيء جديد وكل شيء حلو ومميز ان شاء الله. مشاركات عديده من تلفزيون لسينما للمسرح اللي هو دائما بيقولوا ابو الفنون، ابو الفنون، ويعني تواصلك المباشر مع الجمهور. صح، في توازن لازم نحققه بين الظهور على التلفزيون وايضا السينما والمسرح. المسرح طبعا. قديش كيف جابر الفنان جابر بيقدر يحقق هذا التوازن؟ الحقيقة المسرح أنا بشوف واجب كل ممثل أنه على الأقل بالسنة يكون له عمل مسرحي، يعني البروفا لحالها هي كفيلة لأنه تخلي الممثل دائما عم بيشغل مخه، لأنه موضوع التمثيل والنجومية تحديدا موضوع بيسرق بيسرقه للشخص من حاله، يعني بيصير اي شيء لهيه، يعني موضوع مثلا اذا زعلوا الفولورز ليش ما رد عليهم، هذا بياخذ وقت كثير منه، فبظن انه تركيز على انه هو يضل ابن المسرح هذا الشيء بيضل يذكره بانه هو انسان وهو للعالم عم بيقدم هذا الشيء، لا ينسى يضل عم مثل بيقولوا رياضه روحيه، فلازم بس اوقات ظروف الحياه صحيح بتخلينا انه كل سنتين نعمل عمل مسرحي، بس بضل الحاجة هي
مجرد ما انها هي موجوده انه انا بحاجه تشتغل مسرح فمعناتها انا حتى بطريق كان السليل. جابر كثير من الفنانين بيقولوا انه المسرح هو الاقدر على صقل الموهبه ويحطك تحت التجربه تحت الضوء قدام يمكن كثير من المشاهدين يلي بينقدوا وبيعرفوا وين الخلل وين نجح وين اخفق هذا الممثل قد هو فعلا هذا الشيء صحيح صح لانه بالمسرح وقت بيطلع الواحد الممثل قدام الجمهور ما في مجال للعك ما في مجال لينسى شخصيته لانه كان عنده وقت طويل لحتى انه يتمرن وهيك فمجرد ما الممثل فكر بالشخصيه اللي هي من جوا اكثر من انه الشكل الخارجي اللي هو شرط التلفزيون لانه انا اوقات ممكن اشتغل شخصيتين او ثلاثه بثلاث مسلسلات فانا بحاجه لسرعه معينه لو ما كانت مسقولة وتحت تمرين مسرح دائم أنا بظن شوي بيضعف أداؤه للممثل بالنهاية هذا فن وهذا فن يعني أكيد. ما بالضرورة الممثل التلفزيوني يكون بيحب المسرح والعكس هو صحيح أكيد. بس كوني ابن مسرح فأنا بحب المسرح صحيح بيقولوا لي بيشتغل مسرح مو صعب عليه يشتغل أي شيء بعدين تواصله يمكن مع الجمهور يمكن مو بالضرورة مثل ما عم تقول هذا بدك توضح لنا يا بيقولوا لي بيشتغل مسرح فبيكون عنده الجرأة لكسر الحواجز بينه وبين الجمهور تمام. ولكن في استثناءات أيضا لأي درجة بيعتبر جابر أنه المسرح هو علامة فارقة له ولكن أنه مو بالضرورة اللي بيشتغل مسرح يكسر جميع الحواجز يكون عنده سهل باقي الأمور هلا انا بالنسبه لي المسرح هو نقطه امان يعني كل ما بحس حالي غرقت بالتلفزيون لا برجع تماما بحاول انه اكون بمسرحيه يعني ما بالضروره الممثل يعني لحتى يكسر هذا الخوف انه يشتغل مسرح لانه كمان الممثل التلفزيوني مع الكاست كله الموجود هو جمهور صحيح فكما في تكنيكات ممثل تلفزيون بيعرفها ممثل مسرح ممكن يعمل أزمة عم بيصوروا فيلم سينما أو عم بيصوروا تلفزيون فكل شيء له تكنيك مثل الرسم والنحت فأنا بظن المسرح والتلفزيون نفس الفرق يعني أكيد يعني جابر إذا بدنا نحكي شوي بخصوصية الفنان السوري اليوم ما فينا نفصله عن أي إنسان عايش بهذا البلد على اختلاف مهنته طبعا. في تحديات كثيرة واجهتكم أكيد. كفنانين سوريين أكيد. البعض قدر يتجاوز هي التحديات ويكون فعلا أقوى من الظروف البعض الآخر للأسف انغمرت شوي موهبته واستسلم صح. جابر كيف تعاملت مع هذا الوضع؟ بصراحة يعني ما كل الظروف اجت على كل الناس بنفس القدر يعني في ناس فعلا استسلمت هي فعلا ما انا ما مريت بظروفها فانا يمكن ما بعرف ايماني بالمسرح يعني فعلا المسرح هو اللي خليني اقدر اتجاوز اي عقبة بتحكي عنه بشغف للمسرح ايه لانه هو بالنسبة لي يعني هو دراستي وهو الشيء اللي تعبت عليه وعمي مخرج مسرح اساسا يعني المسرح العسكري كان سعيد جو خدار هلا كبر يعني الله يوفقه وبتمنى له وله ترجمات كثير وغير انه هو عضو باتحاد كتاب العرب يعني والدعم الاساسي لك جابر تماما ففعلا يعني موضوع المسرح بحس قد ما مرت ظروف على العالم وهذا الشيء اللي صار معنا كنا ننزل بصراحة نعمل بروفات تحت قذائف الهاون والله يرحمه يعني استشهد موظف بالمعهد عنا فنحن نعتبر انه هي شهادتنا أكيد. يعني وقت انا بنزل بدي اقدم عرض لهذا الجمهور يلي نفسه الجمهور عم بيقدر هذا الشيء وينزل صحيح. فبحس الاستسلام هون ضعف و ما له اي مجال واحد يستسلم بيشبهك ايه لا تماما بدنا نترحم على روحه أكيد. اكيد دائما الاعمال باقيه خالده في الذاكره ايضا بدها تضل الاعمال الى يعني بيقولوا ذكرى الطيبه بالاعمال اكيد اعماله ذاكره خلينا نفوت بموضوع هيك شوي حساس اوكي شو رايك بالدراما بشكل عام مع هالسنين والسنين اللي مرقت الدراما 2019 2018 بالازمه الدراما شيء ضروري واساسي يكون يعني بيصير في دائما عم بيتطور العلم علم الدراما عم بيتطور بحاجه دائما القائمين يعني على هذا الموضوع سواء كاست فني ولا انتاجي انه دائما يتابعوا هذا التطور شو عم بيصير ودائما نلاقي حلولنا نحن ما بنخاف علينا السوريين يعني دائما مواكبين لهذا التطور ولو انه دائما بنحس انه دائما مقصرين انا برايي هذا الاحساس احساس ناتج عن رغبه بالتطور يعني ف
دراما برأيي من زمان ولهلا هي منيحة دائما وبكل شيء في شيء ناجح في شيء يعني ما كتير ناجح فهذا شيء عادي وطبيعي وصحي. دائما نحن بنسمع دي دراما السورية هي بتنافس كل الأنواع الدراما وبكافة البلدان والمسلسل السوري دائما بيكون محفوظ صح. إذا بدنا نقول بيعرفوا كيف سير المسلسل وإذا قديم بيضلوا متذكرين أحداث وقديه هذا الشيء كمان دليل نجاح جابر صح لأنه بتلاحظي يعني هلا أكيد ما عم قلل بشغل الأشقاء العرب بالشغل يعني بس نحن حقيقة يعني حتى اللي ما له علاقة بالشكل الفني بتحسي بيتدخل يعني الكل عنده هم هو عم بيشتغل انه يطلع باحلى صوره والشيء الحلو كمان جابر انه الممثل السوري قادر يؤدي باي لهجه كانت وينجح صحيح. فيها بالمصري وبالخليجي وبالعراقي وبكله وينجح فيها كمان صح هلا لانه يعني فعلا الطابع الواضح للفنان السوري هو الاجتهاد فما بظن انه اي ممثل سوري سواء كان جديد ولا قديم ما بيحس حاله انه دائما هو لازم يتعب على حاله فهي شغله خلته فعلا انه ينجح ولهجتنا اساسا هي مطلوبه ومرغوبه لكل الجماهير يعني جابر حكيت بايجابيه حكيت انه الدراما كانت وما زالت ولكن في آراء كتير بالآونة الأخيرة أنه غلب على الدراما طابع التكرار سواء التكرار بالسيناريو بالنمطية اللي دائما تبعوها مثلا مسلسلات رمضان كان عندنا أكثر من مسلسل بأشامية وأيضا حكى ظروف الحرب فالعالم شوي وجهت انتقادات انه لا ولكن اكيد كل الشكر لممثلينا اللي بقيوا على بسوريا وقدروا يقدموا لنا بهيدي الظروف يعني ما عندك ولا 1% هيك انتقاد معين لا على الدراما كفنان عاش الازمه الحقيقه ما في شيء ما اثر على ما اثرت الازمه عليه تماما فانا اذا بدي اقعد هلا انتقد بالدراما والأزمة موصلة لتفاصيل تانية يعني ما بعيدا عن الدراما بكون أنا بصراحة وكأني فاصل حالي عن الواقع الواقع بيقول أنه في ظروف لازم نحن نتجاوزها ونحاول نطلع الصورة المنيحة يعني بأفضل طرق الممكنة موضوع التكرار هو الدراما هي ما فينا كمان نفصلها عن السوق يعني لازم يكون فيها شيء تفكير تجاري منيح لحتى فعلا تقدر تنافس لأنه الدراما هي دائما معتمدة على التسويق معتمدة على النص معتمدة على جذب الجمهور تحديدا انه انت عم تعرضي لهم 30 حلقة ب 30 يوم صحيح. ضمن ماراثون رمضاني كذا مسلسل بنفس الوقت فاكيد التفكير التجاري لازم يكون على دراية لهذا الموضوع الانتاجي موضوع التكرار انا ما بشوف فيه اي مشكلة لانه ممكن ينعمل نص بلغة سورية وينشر للغة تانية ويترجم معناتها النص هو نص درامي حقق شروط انه هو يقرب العيلة عند هذا التلفزيون يتناقشوا بالشخصيات ما بالضرورة نقدم واقع للدراما هي ترفه العالم تخليها تفكر تخليها تستمتع انه نكأبهم وكذا اكيد هذا شيء من الواقع ما فينا نلغيه بس ما فينا نقول كل مسلسلات لازم تكون هيك او كل هي هيك صح اكيد فبظن التكرار هو شيء حلو يعني بيعطي للمنافسة هيك حقها أكيد جابر 2020 مثل ما قلنا يلي بتحمل خطط وبتحمل مسؤوليات كتير ارتبطت بأعمال درامية فكرت شو ممكن تشتغل بهي السنة الجديدة؟ الحقيقة شو خبيلنا جابر؟ الحقيقة لا شوي الأعمال الخفيفة بحكم لسه ما قرب رمضان وما منلومهم يعني إنه قبل ما يقرب رمضان يبلشوا هي الرقده تبع انه نلحق المسلسل نرتاح شوي في شغلات يعني هيك عم بقراها بسيطه وما لو مستعجلين اساسا لاعطيهم الاي ولا بس بالعموم بتمنى كنت اني بشارك مع الدكتور عجاج سليم بالمسرحيه اللي هلا سافروا فيها على تونس بس صار هيك كذا ظرف ما قدرت يعني يكون معهم فبتمنى انه هي السنه يكون لي عرض مسرحي على الاقل وبتمنى شارك بشي فيلم سينما هلا كمان منوجه تحيه لمؤسسه السينما عم تدعم الشباب وعم تجيني نصوص كثير عم بقراها في شيء اشتغل فيه وفي شيء اعتذرت عنه يعني فبالعموم بتمنى انه على الاقل بكل سنه يكون لي مسرحيه وفيلم سينما ان شاء الله يا رب تحقق كل شيء بتتمنى من مسرحيه لكل شيء كل شيء حتى على الصعيد العائلي مو بس على الصعيد المهني ان شاء الله بنشوفك محل ما بدك جابر وين بتلاقي حالك عارف في كوميديا
في تراجيديا، في 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 كثير قصص. وين بتلاقي حالك؟ وبتقدر تشتغل كل شيء؟ ايه بقدر اعمل كوميديا والي تجربه. هلا بالمسرح لي كذا تجربه تماما، بس بالتلفزيون كان عندي حاره على الهواء، هذا مسلسل كوميدي كان بعرفه بس بدك تحكي عنه. يعني هي التجربه، عفوا مو التجربه الوحيده، في اسال روحك كلنا بنعرفه، عفوا اسمه وحب صورناه من سنتين، فاخذت دور شاب رقاص، فحبيت اتحدى حالي يعني. حلو. ايه انه هو بيوم عرسه بيرقص، فبيصير فرجة يعني للكل، بينزل على الفيسبوك. العروس شو عملت بس؟ ايه العروس بتتضايق كتير كتير كتير، اللي هي مروة الأطرش الزميلة، بنوجه لها تحية. بتتضايق منه، بس بعدين بتتقبله انه هو شخص بيحب الرقص، وهو يعبر عن فرحته بالرقص ولو انه في شيء شخلع، والعالم فعلا هيك شوي استهجنت الفكرة، بس انا حبيت اعمل هذا التحدي يعني، شوف حالي بقدر. وان شاء الله يعني انه العالم حبوا يعني اللي حضروا. فبحب الكوميديا كثير، بحب اكون مصدر اني اضحك العالم اكثر من اني زعلهم، وبحس حالي ناجح فيها. يعني جابر خلينا نقول انه الكوميديا هي المحببه اكثر لقلبك بالرغم من نجاحك بكل انواع الدراما. انا بظن التراجيديا بهالوقت سهل كثير يعني، لانه اي حدا في ذكرى سهل انه هلا تنفتح قدامه. فما بشوفها شطاره من الممثل انه يبكي الجمهور، يمكن شطاره الممثل ايه انه يخليه يغص سقفه، بس انه يبكي وكذا لا ما مهمته، يخليه يبتسم، ما بضروره يقهقه ويبكي من الدموع. مجرد ما قدر يحقق هدول الشرطين بهال يعني الحساسيه هي، انا برايي بيكون عمل اللي عليه وزياده. كثير حلو الكلام اللي حكيته، حلو الشيء اللي عم تعطيه، يعني عم انه انا بحب اني اضحك العالم، ما بحب اني بكي، ولكن احنا احيانا نشاهد وتفرض علينا نوع طبعا معين من الاداء، خلينا صح نقول. قديش جابر بيحلم بهيدا السنه بال 2020 انه مو بس المسرح، انه يوصل لشغلات يمكن ظروف معينه ما قدر ما ساعدته لانه يكمل فيها بسنه 2020. كان اكيد كل حدا حاطط هدف لحياته، احيانا في عالم بدها تغير مكان عملها، بدها تغير حتى فرش بيتها، وايضا بده يغير النمطيه بالاداء. حابب هيك شيء معين قول على شاشه الاخباريه هي، خلينا نقول خاص حابب شيء اني غير فكرة حبي للتمثيل، بس يعني أنا بحب أكون ممثل. مين بدك تحب هلا؟ إنه مثلا يعني بحس عندي كثير أفكار إخراجية حلو، بس بحس إنه يعني بستحي تحديدا إنه أنا حدا خجول مثل ما حكينا. بس خجول يعني مو قدام الكاميرا، لأنه الكاميرا هي شغلي والمسرح هو شغلي، بس أنا خجول معكم يعني، مع الجيران، مع قرايبيني، وبيستغربوا انه كيف ممثل وخجول. بقول لهم ما بعرف. ايه هذا السؤال دائما بنساله، كيف الشخص ما بعرف صراحه يعني. يعني الخجل بيكون نوع من اللطافه، بيكون نوع من الرقي يعني. لا شوي زياده يعني، هي انا مالي مع هي الفكره، بس هي متملكني يعني. انا هي الشغله بتمنى اغيرها كمان، بس ما لاكون وقح بالوقت انه الوقاحه الفنيه هي مطلوبه قدام الكاميرا، ولا قدام انه الواحد يعبر عن فكرته. فبتمنى اغير هي الشغله، وبتمنى هلا عم تسالك لتوصلك للشيء الشخصي. بتمنى اني اكون مخرج، بس ما بعرف امتى. بس مخرج؟ لا اشبع تمثيل يعني. لا مو بس مخرج، في كذا مشروع، افتح مطعم مثلا. خلاص بنتشارك فيه. ايه خلاص وافقنا. يعني جابر ان شاء الله بتحقق جميع الامنيات اللي انت ذكرتها، يمكن فرح بنحلم كثير. ان شاء الله يا رب الظروف تقدر تساعدنا انه نحقق احلامنا. شو بتحلمي لهيدا السنه؟ صالي احكي؟ كمان مثل جابر يمكن شوي اوقات بتطغى يمكن الامور الشخصيه، اكيد بتمنى نكون كثير مرتاحين، تكون سوريا دائما بلد خير ومحبه. على المستوى الشخصي بتمنى اكيد يخلي لي ابني وعائلتي الحلوه اللي كثير بحبها، ويشوفوا ايام يمكن جابر احلى من الايام اللي مرقت، يكون مستقبلهم كثير حلو. دائما العائله لها مكان كثير بقلبنا. مو لها مكان، العائله هي الاساس اللي نحن ربينا
مشرفين عليه. جابر بدنا نوجه معايدة خاصة ومعايدة عامة. أوكي. الخاصة لمين بدها تكون والعامة لمين بدها تكون؟ عم تزرق التفاصيل. أوكي. وجهها تطلع الكاميرا. ما بدك تطلع. طيب. بدي وجه معايدة لأمي وأبي وأخواتي ولجيراني ولأسادستي. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، وتكون هاي السنة يعني سنة مليانة سعادة، والله يسكر كل شيء حزن ويقدم التسهيلات لتحققوا طموحاتكم يا رب. كثير حلو. هي الخاصة. يعني واكيد نحن بدورنا ايضا بدنا نوجه معايدة لعائلتك لكل احبابك، وايضا معايدة لكل الفانز تبع جابر. فانزك كبير على الانستاك، انا شفت في عندك كمية كثير كبيرة من المعجبين. بنرجع بنقول المحبة هي الكنز تبع الفنان. صح. اي حدا بيطلع هالشاشة الصغيرة او بيكون على خشبة المسرح، الرصيد هو مو بس بالاعمال، الرصيد. صح. هو بالقلوب. 100%. إن شاء الله القلوب تكون دائما محبة إن شاء الله لشخصك، لكل حدا أكيد بيحلم بالنجاح وبالشهرة. النجومية بتعني لك؟ يعني النجومية بصراحة بحاول أنه دائما ما تعني لي، يعني بحاول أنه هذا هو موضوع مغري يعني، بس بحاول دائما أعمل فرامات فرامات فرامات، لأنه هي ورطة ومسؤولية كبيرة كتير. أكيد. فلازم الواحد يضل متذكر حاله. النجومية شوي بتخلي الواحد يفكر فوق الغيوم، فلا لازم يضل على الأرض، ونجومية تحصيل حاصل. أكيد. جابر شكرا أنك كنت موجود معنا، ينعاد عليك مرة تانية، على عائلتك، على كل الناس اللي حواليك. نتمنى لك تكون كتير ناجح بكل سنينك اللي جاية. وأنتو كمان شكرا فرح. شكرا. وشكرا سالي، وشكرا كل الأساتذة والأصدقاء. يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتو بخير يا رب. أنت بألف خير. فنانة المحبوبة جابر شو خدار، سنة حلوة عليك، سنينك كتار مليئة بالحب بالفرح بالنجاح وبالعطاء وتقديم ما هو أفضل. نورت صباحنا لليوم بـ1/1/2020. أهلا وسهلا كثير.